أطلت الفنانة دعاء اليحيوي هذا الشهر بتغريدة تقول فيها: ما يمكنش الراجل يخون مراته إلا ما كانش عنده شي مشكل في قلب الدار، وما تعندوش. واش متفقين مع دعاء اليحيوي بطلة سيتكم تعندوش؟ جيب داركم. واللي ما كيعرفوش على دعاء اليحيوي، أن البداية ديالها كانت في الغناء، ومن بعد طورت الإعلانات ومشاركات فنية اللي خلتها حتى هي تدخل عالم التمثيل بجدارة. كي جاتكم في التمثيل، وأيضا سبق ليها وشاركت كيف ما شفتوا في الصور ببرنامج دو فوي مع الفنان راغب علامة وأحلام الشمسي، واللي حتى هو برزات الوجود ديالها، وقدرات تكون هذاك هو الانطلاقة الأولى ديالها. اللي ما كيعرفوش أيضا على دعاء أنها يتيمة الأم وتتمتع بجمال وموهبة فنية رائعة، أكيد في الأيام القادمة غادي نشوفها نجمة كبيرة. مزيد من التألق، مزيد من العطاء لدعاء اليحيوي.